ميني ستوديو. حلقة جديدة لميني ستوديو عم بتبلش هلا. اكيد في مواضيع اليوم جديدة، مواضيع يمكن انتم ما بتعرفوها، فتابعونا من اول حلقة لاخرها لتقدروا تستفيدوا من كل شغلة عم نعطيكم اياها. بجوسبس لليوم اللي هي اول فقرة بنبلش فيها ميني ستوديو، فيها عطونا عنا اخبار يمكن انتم ما بتعرفون عن الكرتون، عن الستارز، عن كل هالعالم اللي دائما فيه اخبار جديدة. اليوم نقيت خبر كتير حلو كتير مهضوم، هو عن ألادان وأريل من The Little Mermaid. هدول الشخصيتين ديزني عملتهم مثل أشخاص موجودين عايشين بالحقيقة، هن توم كروز وأليسا ميلانو. اثنيناتهم بيمثلوا، توم كروز وأليسا ميلانو. أخذت ديزني صورة من صورهم وعلى نسق هيدي الصورة عملت الكاركتر اللي هو ألادان والThe Little Mermaid. رح نشوف هلأ عنا، بعتقد انتو عم بتشوفون هلأ ألادان وتوم كروز. لاحظوا قديش في شبه كتير كبير بيناتهم، نفس الضحكة. وهلأ أريل وأليسا ميلانو لما كانت صغيرة بعدها هون الكاركترز كتير بيشبهوا الشخصيات الحقيقية أو الأشخاص الحقيقية اللي هن توم كروز وأليسا ميلانو. وتقريبا ديزني دايما من فتره لفتره بتتبع هذا الاسلوب، بتنقي شخص وعلى اساسه بتعمل كاركتر، وهذا الكاركتر اجمالا على طول بيضرب لانه ديزني بتدرسها من كل الميلات وبتعطينا كرتون كتير حلو بنضل نحضره على مدى سنين. هلا رح نسمع غنيه كتير حلوه كلكم عم تطلبوها على تويتر وعلى فيسبوك، هي فارل بي هابي. رح نسمعها كلنا سوا، ومن بعدها في خبريه لمايلي سايرس. فاذا بتحبوا مايلي سايرس انطرونا من بعد هابي راجعين. رح ننتقل لتاني خبر عن مايلي سايرس. مثل ما قلت لكم، مايلي هلأ نزلت من كم يوم غنية، هي الغنية الوحيدة اللي بقيت من هانا مونتانا ما نزلتها. هانا مونتانا هو سيري على ديزني تشانل أخذ ضجة كتير كبيرة وكل العالم تابعته، وكان من أنجح المسلسلات يلي بتعملهم ديزني تشانل. بهذا المسلسل كان في كتير أغاني انعملت، ديزني حطت أكبر عدد من الأغاني بهذا المسلسل اللي هو هانا مونتانا، بس بقي في غنية وحدة ما نزلت وخلتها مايلي لقلها، ومن كم يوم قررت نزلها على اليوتيوب تبعها ونزلتها وكل العالم صاروا يسمعوها وعملت ضجة كتير كبيرة. بس بما أنه مايلي بطلت مع ديزني تشانل، ديزني تشانل دغري محيت هيدا الموفي، فنحن بميني ستوديو قدرنا انه نرجع نجيبه ورح نسمع هلا الغنيه اللي يمكن كتار منكم ما قدروا يسمعوها لانه ديزني دغري محيت الفيديو هون بس بميني ستوديو. اسمع بيتش ويك اند، غنيه جديده لمايلي سايرس رح تسمعوها هلا كلكم سوا، ومن بعد اكيد حلقه كتير حلوه من ميني ستوديو مع انا ومع كيكي ومع كل الشخصيات رح تبلش. هلو، حلقة جديدة لميني ستوديو، واليوم بدنا نبلش حلقتنا بكتاب، كتاب لأصحابنا الصغار اسمه أرنب سعيد. أرنب سعيد هو كتاب كتير بسيط بيحكي قصة أرنب، أوقات بيكون سعيد حزين يقع في سلة التين. بكل صفحة في عنا كلمات جديدة فيكن تتعلمون لكل أصحابنا الصغار يلي بحبوا يتعلموا اللغة العربية الصحيحة ودا يقدروا يلفظوا مظبوط. كمان في عندهم سيدي بيجي مع الكتاب،
فإذا أنا دايما بنصحكم إنه تقروا كتب، حتى لو كتاب بسيط، دايما نتعلم شيء جديد، نتعلم كلمة جديدة، نتعلم كيف فينا نكتبها، نتعلم كيف فينا نلفظها بواسطة هيدا السدي. فإذا الكتب والقصص مهمة كتير. وفي حدا منكم سألنا سؤال، لأنه عم نطلب منكم تبعتوا لنا رسائل، تبعتوا لنا أسئلة نحن منجاوبكم عليها بميني ستوديو، وسألونا مين كتب لو بيتي شابورون روج. لو بيتي شابورون روج هو هي قصة بترجع لشخص كتبه فرنسي اسمه بيرو، شارل بيرو، ولي كونت دو بيرو هن اكثر من قصه. في عنا شابورون روج، لو بيتي بوسي، وغيرهم من القصص اللي بتعرفوهم انتو، هو يلي ألفهم من اكثر من 200 سنه. تصوروا قد ايه قدام هالقصص. فاذا صرتوا تعرفوا شي مهم، احفظوا لي كونت دو بيرو، وبتعرفوا كل ما تقروا قصة بترجعوا بتشوفوا مين الكاتب، وهيك بتفهموا وبتعرفوا مين كتبها. فإذا هلا صار وقت نحن نقرا، بس رح نقرا شو رسالة انتو بعتوا لنا اياها عبر صندوق بريد ميني ستوديو. هالرسائل عم توصل او على صندوق بريد العادي تبع الام تي في، او كمان عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. رسالة اليوم ل جوانا سري الدين. جوانا بتقول انه هي بتحبنا كثير، عمرها 8 سنين، بتحضر ميني ستوديو كل يوم كل يوم، وبتقول انه بتحب انه تجي تشترك وتفرجينا كيف هي بتعرف ترقص. اهلا وسهلا فيك، اكيد فيك تشتركي بميني ستوديو، اتصلي فينا على رقم 03-85-86-87 ومنفسر لك كيف فيك تاخذي هديتك يلي رح نشوفها هلا سوا، وكمان كيف فيك تشتركي بالبرنامج. ثانك يو لك ومبروك. مبروك لألكن. الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. هاي لكل يلي عم بيحضرونا اليوم، أنا فتت خصوصة على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو بس تشوف مين هجاوب على هذا السؤال، لأنه كلكن بتعرفوا مين بيحضرنا فاني فيديوز بميني ستوديو. أكيد دومينيك. مين جاوب على هذا السؤال؟ مريم الخالد. أكيد رح تربحي معنا هدية، خلينا نشوفها كلنا سوا. مبروك. الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. مريم، بدي ارجع اقول لك مبروك على هيدي الهدية، واكيد رح اسالكم سؤال جديد اهين من تبع فيليب اكيد، يلي هو شو عاصمة ايطاليا؟ يلا بدي اشوفكم كلكم من بعد حلقة ميني ستوديو، بدكم تفوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، تعملوا لنا لايك وتجاوبوا على هيدا السؤال. يلي بيجاوب اسرع شيء، اسرع شيء هو يلي رح يربح. خلينا نشوفكم بحلقة ثانية. مبروك. الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. يصرخ كي وعي، كوكوكي كوكوكي تسمعه
أكبر بدي أصير حكيم. لا لا، بدي أكون فريق ميني ستوديو. لا حكيم، لألبس السماعة اللي بحبها. بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين، اسألوا عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. وصار وقت 1 مينت اد بي ال اف، واليوم بحلقتنا رح نشوف كيف معقول نتسجل لنقدر نجي لهون على الاستوديو نلعب نتسلى ونربح مع بنك ليبانو فرانسيز. التاب اللي عم تشوفوها قدامكم موجوده ببيج بنك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب. من خلالها بس تكبسوا عليها بتفوتوا وبيطلع لكم هيدي الصفحه. هون بتحطوا اسمكم، عمركم، رقم تليفونكم، الايميل تبعكم وتبع اهلكم، وبتحطوا سبميت لمن بس نحن نشوف الطلب تبعكم نرجع ندعيكم تتجوا لعنا على الاستوديو. واكيد بس تجوا رح تقضوا نهار كتير حلو، رح تلعبوا ورح تربحوا اليوث باكج من بنك ليبانو فرانسيز. هلا تعرفنا كيف معقول نجي لهون، ولكن بعد ما تعرفنا على المشتركين نتعرف عليهم، ومن بعدها بتبلش 1 مينت اد بي ال اف. رودي دكاش عمره 10 سنين، بحب كتير البينت بول وما بحب يلعب فوتبول. ريم بجاني عمرها 9 سنين، بتحب كتير الرسم وما بتحب انه تنام بكير. فاذا مع رودي وريم رح نبلش اليوم 1 مينت اد بي ال اف. رودي ستارت جيم، نكبوس يلا. ألف، مية، بعد مرة، خمسة وخمسين، مية وعشرين، سبعين ألف، كمان مرة، خمسة وثمانين ألف، مية وخمستاش، بعد معك 27 ثانية والسكور لهلأ 3695. 325، 356,000، 155، وخلص الوقت. رودي السكور تبعك كتير منيح، 4495 نقطة بس 1 مينت قد بقى الاف بعد ما خلصت، لأنه بعد في مشتركة ناطرة إنه تلعب لنشوف قد ايه معقول يكون السكور تبعها. يعني ريم رح تجمعي أقل من رودي أو أكثر؟ رح نشوف. يلا بلاي أجين. 100,000، 100، بسق عليهم مطرح ما عم بيروحوا ليرجعوا لمحلهم، وبدنا ننقل 100 وحدة تانية. هلا 1000، 110، 100 هي ثالث وحدة من ميلت فوق والعشرة مظبوط. بدنا 15,000، 6,000، صرنا 106,000، نحن كل اللي بدنا اياهم 15,000. 30، 30 يعني شو بدنا؟ بدنا 10، اوكي. قد ايه بعد ناقصنا؟ ناقصنا 20، هيدي 50، بس عليها وحطي على 20. خلص وقت كريم، والسكور تبعك هو 470 نقطة. بدي لكم برافو لاثنيناتكم لانه لعبتوا كثير منيح، بس بما انه رودي جمعت انت السكور الاعلى لليوم انت اللي ربحان. رح نشوف كلنا سوا شو هديتك، ومن بعدها اكيد ميني ستوديو بكفي، ما تروحوا لمحل. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك. وقت اكبر بدي اصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لابرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ستوديو. شوفوا هالبنوت كيف رح ترقص هلا. مش عم تقدر تهدي حالها قد ما مبسوطة بدها ترقص.
صوتهم كلهم على حمسولة. شفت راسك كيف عم تبرم براسها؟ مهضوم هيدا الفيديو. هيدا الفيديو بعتولنا اياه ولاد عايشين بأبو ظبي على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، اساميهم انجلينا وكارولين وديلين وستيفاني. هن بيحضرونا كل يوم على ميني ستوديو على الام تي في على الساعه 4، هيك بعتيلنا بالمسج مع الفيديو انه هن كثير بحبونا واكيد نحن كثير بنحبكم، وميرسي كثير على الفيديو واكيد احضرونا كل يوم. وما تنسوا اذا انتم كمان عندكم فيديوز كثير حلوين كثير مهضومين مثل ما عملوا هول الاخوه او كوزينات، كمان انتم بعتوا لنا اياهم على فيسبوك بيج وانا فرجيهم بحلقه جديده. باي. سعدة اساس هيدا العواصم البلدان اساس. انا شو فارق معي اذا عاصمه هولندا طرابلس ولا عاصمه فنزويلا صيدا؟ انا كرادون، يعني شو فارق معي؟ ان شاء الله صوص هيدا هلا بيجي إلي بده يسمع لي ما بعرف شيء. هلا انا حافظهم بطريقه ذكيه، يعني اخذهم على اللحن، اخذهم على حدا. هلا لحظه لرجعهم ما بقتل هوني. لا لما يجي إلي ينبسط مني. لحظه رادو اهلا لالو. شو بك دقيت لي؟ دقيت لك لانه عندي فحص جغرافيا ومحضر كثير منيح وقررت انه سمع لك. روق بطلت اسمع من بعد عندي فحص وحضرت كثير منيح. ايه مظبوط. رادون عم بيقول هيك؟ نعم خلص الي. انا استنتجت شغله كثير مهمه. اللي هي؟ وهي انه هيدي التسليه واللعب لاحق عليهم، بس الدرس ما فيني امزح فيه يا الي. الإنسان عم يكبر ولازم يكون مثقف، ما بقى في حدا بلا علم، ما بسمح لحالي يكون أنا مني معلم. لا في شيء ميري عشية مش مزبوط. ايه عاملة نوينوار بقولوا نوينوار. ايه لبا نوار نوي. لا نوي بلانش. نوي بلانش. ايه رادون كلها بس عن جد انبسطت منها. وبعد مش مصدق، يعني بركي عم بحلم أو شيء. انت بالحقيقه بقرصك؟ لا صبر. انت بالحقيقه يا الي. طيب يا بضربك كافي يا الي. لا 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 حاب بمزح ولو يا الي تفضل. طيب حافظهم مني. بس ايه طيب بس لحظه في هيدي رحاتيك هيدي 3 ثواني. ايه 2 اوكي 3 يلا خلص. هي يلا قلت لي حافظهم منيح. كرجة مي يلا. شو بدنا نسألك؟ بنبلش بشي هي مثل ما بدك. انا حافظ الصعب وحافظ الهين. شو عاصمة لبنان؟ عاصمة لبنان بيروت. برافو رادون. بس دافي انا رح زقف لك كمان. اخذت العلامة. برافو. يلا ثاني سؤال. يلا من صعبة شوي مثل ما بدك. انا بلون عم لك عامل نوي بلانش. بلانش. يلا شو عاصمة ايطاليا؟ عاصمة ايطاليا عاصمة جارتنا. عاصمة جارتنا اسمها مارو. جارتك اسمها مارو؟ ايه جارتك. ايه بس السؤال هو شو عاصمة ايطاليا مش شو اسمها جارتك. ما هي نفس الشيء وقتها طلع معي. لا بلا ابدا رادون. شو عاصمة ايطاليا؟ يلا قل لي. مش مارو؟ لا مش مارو رادون. شو لك هن نفس الاحرف تقريبا بس شقلبهم شوي. طب رمون شو عرفني؟ بتجي امها اليزابيث. يا رادون شو؟ لا جارتك ولا امها عاصمة ايطاليا، روما عاصمة ايطاليا. روما يي لك انا قلت مارو روما. طب خلص سوري خلص هيدي خلص مش رح تاخذ العلامة. ما رح اخذ العلامة معك حق. غير سؤال. يلا شو عاصمة مصر؟ مصر كيف حفظتها يا رادون؟ هي بدك تعرفها. ايه بعرفها كلهم انا بعرفها كلهم. ذكرها مقهورة. ايه مقهورة. مين مقهورة؟ مصر مقهورة؟ ايه يعني مقهورة. شو عاصمة مصر رادون؟ ما تخليني عصيب. لا اللي عن جد هلا انا بعترف انه اول مره بكون شد كثير بدرسي. مقهوره عاصمه مصر. لا قاهره عاصمه مصر.
ضاعت منك. هي بدها تحسب ليها نص علامة. لا مقهورة و مقهورة وقاهرة. قاهرة شوي شو مقهورة ردو؟ قعد حكي قدام حدا ردو على نفس اللحن شوي. السؤال التالي شو بدنا نسألك؟ عاصمة أي بلد؟ يلا إلي شو عاصمة أي بلد نسألك؟ شو بدنا؟ بدي هيك شيء واحد صعي. كندا؟ لا قبل كندا بدنا نسألك شو عاصمة روسيا؟ روسيا بقوسة. هيدا كوكو كوكو. رادو شو عم تحكي؟ عواصم. رادو مش عارف إذا بدي أعصب ولا بدي أضحك ولا بدي أبكي معك. بعد قلت لي شو عاصمة روسيا؟ إيه شو كوكو؟ إيه كوكو كوكو بقوسة كوكو كوكو. لا رادو شو قلي؟ كيف كيف بس قلي كيف؟ هلا مقهورة تلبق على قاهرة إيه. أوكي ممكن شو مش كوكو شو شوفه؟ شو اسمها جارتك؟ مارو. مارو بتلبق على روما كمان بس كوكو كوكو كيف احفظها؟ بس قلي شو كوكو. طب ما انت شوفها بالكتاب. مش عم تشوفهم انت بالكتاب؟ بلا عم شوفهم بالكتاب اصلا. مش مضطر اطلع بالكتاب لانه بعرفهم. طب شو هي شو هي؟ موسكو. كوكو كوكو موسكو. موسكو عرفت كيف بدك تقطع هون الكونكشن مش هيك مع موسكو كوكو كوكو كوكو. رادون رادون هذا اخر سؤال اذا ما رح تعرف تجاوب عليه مزبوط اوكي انا ترك لك الكتاب وفادي. يلا شو عاصمة كندا؟ واوا خلص هي ربحناها. شو عاصمة كندا؟ هيدي ربحناها. واوا شو هي شو هي؟ واوا. باي رادون. لا ليش باي يا حبيبي بتشوفها رادون شو واوا؟ في عاصمة واوا؟ ايه واوا انا درستها واوا انا بكتابي مكتوب واوا. طلع هيدا الكتاب لك طلعه شو؟ فرجيني وين العاصمة. ايه واوا ها عاصمة كندا يا حي. ايه شو طلعت معك؟ ريا اوتاوا. اوتاوا ايه مظبوط. اوتاوا شفت كيف؟ اوتاوا ايه. اللي رح يصير رادون ايه؟ انه انا هلا قايم فل. نعم انت بتحفظ العواصم ما بتحفظ العواصم استفيد طبعا. لانه بالنتيجه انت يا رح تنجح اخر السنه يا رح تسقط. فجود لك. ايه ثانك يو غمرتني بلطفك بس كثير منيحك انت الي ومش جدي ابدا. وبيناتنا ما زبط معي شيء يعني بس انه يلا بس في عاصمه قهرت ما قال لي اياها هي على نسق رادون شوية. لندن لندن رادون. هيدي لو قال لي اياها كان مزبوط رح نام ثلاث ايام بالفرشه. يلا الا روح اكل عبي بطني الا بصير هيك افكر اكثر واعمل نميروز. يلا ريفا باهو عمرك 8 سنين. هابي بيرثدي. مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند بيكسلز هير سالون. يعني رادون ما في عاصمة بلد ألا قالة صح. مش معقول لو بيسمع شوي بحلقات ميني ستوديو كل الأشياء اللي عم نحكيها كان أتعلم أكتر. طيب أنا سألتوني سؤال عبر رسالتكن بتقول هل الاسفنجة هي نوع من الحيوان أو النبات أو لا؟ أكيد الاسفنجة هي من أبسط أنواع النبات. رح فرجيكم كم صورة تتعرفوا. وهي اسفنجة يلي أوقات منستعملها تنتحمم فيها. إبونج فيجيتال ناتوريل أكيد لأنه بيخدوها من البحر. هول أنواع اللياف الكتيرة يلي أنتو شفتوها. فإذن هي نوع من النبات. طيب وسؤال تاني لأنه هلأ بلشت الصيفية وبلش أكل البوزة. بتعرفوا من قد إيه صرنا بناكل بوزة؟ أول شيء أكل البوزة من زمان كتير كتير انتشر بأوروبا بس كانوا يأكلوا بوزة بس على فاني. بعدين لما رجع ماركو بولو من سفرته الكبيرة على إيطاليا جاب معه شو؟ جاب معه أنواع الفليفر الكتيرة يلي صرنا ناكلها هلأ مع البوزة أو الآيس كريم. وهالشي كان بالقرن الثالث عشر. فإذا حفظته منيح ماركو بولو ثانك يو لأنه صرنا عم ناكل بوزة طيبة. طيب وهلأ حلقتنا قربت تنتهي رح نقلكم باي.
ابعث لكم بوسه كبيره، بس بعد الحلقه ما خصت، لانه هلا رح نشوف مين منكم رح يربح هديه. صار وقت انه نسمع كلنا سوا غنيه حدا من الامس كلوب ممبرز يلي بيبعثوا لنا مسجز على فيسبوك بيج بعث لنا اياها. مين صاحب الرساله اليوم وشو هي الغنيه يلي طلبها؟ كيفن بركة. كيفن بيقول انه بيحضر كل يوم ميني ستوديو، بينطرنا على الساعه 4، بحب كثير يجي لعنا، بيسلم على كل الاكيب وطالب انه يسمع غنيه شي سيت. فاذا يا كيفن رح نشوف هلا كلنا سوا شو هديتك، واكيد رح نسمع شي سيت. اذا كنتوا بتحبوا هيدي الغنيه حضروا حالكم كثير منيح لتغنوا وترقصوا معنا بميني ستوديو على شي سيت. مبروك. الهديه هي لعبه حلوه كثير تقدمت ابو شبكه. Mini studio.